نزل هنا كامبالي وعدل لي الترات دي. حاضر يا فندم. وانت مستني ايه؟ انزل بصواني كنافيه. طبعا لازم تجيلي، اللي متجوزه حيوان زي ده لازم تعيط. حرام عليكي، ده قمر. ايه؟ على فكره يا سعاد، انت فيكي شبه كبير من جوزي. انتم الاثنين ذوقكم غريب، هو في الستات وانت في الرجال. خليل وحش. لا انت ما بتفهميش في الرجاله. مش لما يبقى في رجاله، وبعدين ده مش وحش وبس، ده تافه كمان. على فكره انا عايزاكي تاخدي بالك منه. عشان اعالجه؟ لا مش بالظبط بالظبط يعني. انت يا بتاعي اللي اسمه خليل. الله 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 الله، يا كموله دي كمان قللت الادب. يا راجل كبر عقلك واقلع ونيلا. ماشي يا كموله، عشان خاطرك انت بس هبقى لطيف معاها. امرك يا ستي. تعالى معايا يا حيوان. حيوان؟ تعبان قوي يا دكتور، صباعي بيوجع. ايه يا عم انت في ايه؟ طول عمري كنت بكره الانجليزي. في حصه الرياضه كنت بقعد في اخر تخت عشان انا كمل كمل. مش قادر مش قادر يا دكتور. لما رجعتيني لايام الطفوله حسيت بالحاجه لحنان امي. من فضلك يا دكتور تعالي مديدي جنبي، خديني في حضنك. انت بتقول ايه؟ ايه وانا قلت حاجه غلط؟ ده انا بقولك مديدي جنبي. لا انا لا اسمح. هما اللي عايزني انا اللي اسمح اني امدد جنبك. انت مين انت يا ماما انت عشان تمددي جنبي؟ ها وبعدين خلاص بقى انا هخليكي تمددي على طول. مش هما دول اللي انت متفرعنالي بيهم؟ خلي كمان ينفعك بقى. يا جماعة يا جماعة دعابة وبيهزروا مع بعض.